سنوات 2019 2020 2021 و22 احنا فئه مهمشه وجاي نطالب اكثر من مره، وهسه الموازنه جاي نشوفها انقرت ما بيها اي شيء للخريجين. احنا نطالب رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني على الاقل يضيفونا كعقود او يضيفونا بدرجات الحذف والاستحداث، لان هو هذا مطلبنا. احنا خريجين تعبانين صارنا سنين، تعبنا ملينا، برد حار، صاحبين عوائل صاحبين جهال، ماكو اي نتيجه لحد الان، ماكو اي نتيجه. كل شيء ما قاعد نشوف من عندهم، لا بتقدم، لا مثلا احد ويانا، لا مثلا شفنا فد شيء حتى يعني يساعدنا يعطينا امل، كل شيء ماكو. يعني ملينا خطيه، هاي النسوان، هاي البنات الخريجات، هاي الولد، كلهم يعني قاعد يجون. هاي صارنا 3 سنين احنا نطلع ونريد نشوف ان حل، نريد نشوف ان نتيجه، ماكو، كل شيء ماكو. والله واسال ان الظاهر تقريبا بالسنتين هيجي وماكو شيء، اقل من سنتين يعني، من صاروا المحاضرين ورفضوا بعد واحد يحاضر. احنا جينا التحقنا بالوقت يعني شويه تاخرنا عليهم، لان انا صاحب عمل ما اقدر احاضر، كنت مجاني وانا معيش عائله. استمرينا بالمظاهرات لمده سنتين، لم نجد اي تعاون من قبل الجهات الحكوميه او اي استجابه منهم. بالاخص محافظه ميسان لا تعاني نقص حاد في الكوادر. مجموع محاضرين من محافظه ميسان هم 5000 محاضر، وهي اقل محافظه بعدد المحاضرين. Thank you.